بغض النظر عن الإجابة التفصيلية وما يشاع أن الإقليم هو جزء من الحكومة الاتحادية، ويفترض الغاز اللي راح تستلم الحكومة المركزية يأتي ضمن خيرات العراق وضمن اقتصاد العراق الموحد الذي ينظر إلى الشعب الكردي بأنه جزء من الشعب العراقي، مثل ما يتمتع المواطن الكردي والإقليم نعم بنفط البصرة، يفترض أن يتمتع العراق بغاز الإقليم أسوة بهذه المعاينة. لكن أقول أنه وسيلة الإنقاذ متاحة في وقت حرج، وأيضا في وقت إنقاذ حكومة السيد السوداني، الذي حقيقة كل حكومات المتعاقبة من 2007 صعودا إلى يومنا هذا لم تستوعب الدرس القاسي الذي يمر به العراق في كل سنة في هذا التوقيت بالذات، ولم تخطط لما يأتيها من الحدث الخطير الطارئ قد يحدث في أي لحظة خلال شهر تموز وشهر آب. وبالتالي استيعاب الدرس في وسط الأزمة ووعود ومعالجات أعتقد أيضا هو فشل مركب لما عانى العراق مسبقا. يفترض الآن إحنا بعد مرور 20 سنة أو على الأقل بعد من 2014 صعودا إلى الآن شهد العراق نوع من الاستقرار الأمني، يفترض إحنا واضعين الخطط وواضعين المعالجات وواصلين إلى مراحل نهائية، وليس الآن يواعد السيد رئيس الوزراء وهو غير مذنب بهذا الاتجاه حقيقة، يعني ليس دفاعا عن الرجل لكن هو ورث تراكمات خطيرة وإهمال وسوء تخطيط وعدم إدارة الدولة بالشكل الصحيح. الوعود أنه خلال سنتين أو ثلاث سنتجاوز هذه الأزمة، وفق ماذا؟ يعني وفق تصورات ماذا؟ سنبني، سنفعل، سنتعاقد، سنستورد، هذه كلها في خطوات قد يكون العراق يمر بمراحل قادمة أخطر من هذه المراحل، لأن يعني أولا القرار السياسي مبيد، ثانيا القرار الاقتصادي أيضا مبيد، ثلاثة هو محاط بآراء دولية وبأحكام دولية قد تمنعها من التوسع، اللي منع خلال 20 سنة من الوصول إلى حلول في دائرة معالجة الكهرباء يمنع أيضا في المستقبل إذا لم يكن العراق ضمن الخط وضمن الموازنة السياسية العامة للسياسة الدولية.